14 دقيقة. هذا رغب علامة يغني بكل رومانسية يا حياتي. بجد التساكر متاعه نفذت في مارجان كارتاج، ولا الناس اللي أنصار رغب علامة يحبوا يروجوا الحكاية هذه ردا على انتقادات تكرر ظهور رغب علامة على ركع كارتاج. المعلومة وسوقها على لسان زمين، وهو من أحد العاملين في إدارة الاتصال في المهرجان، أنه اقتربت نتحافظ على شكون زمين نجيب تزيري. لا لا مش زمين نجيب تزيري. نجيب تزيري معلق سياسي، نحكي صحفي محترف. المعلومة المتوفرة أنه القناق اقتربت من النفاذ، اقتربت من النفاذ. تذاكر بتاع رغب علامة، رغب علامة اقتربت من النفاذ هي وتذاكر لفنانين أخرين معينين قرب التوفى. نجيب أنت تقول لي أنا نحب نبقى كرونيكور نشبه رغب علامة، قلت لي نحب ديما أستمر في الزمن رغب علامة اللي ما طاحش، ديما تبقى مطلوب ديما كذا. 30 سنة رغب علامة في نفس الريتم، في نفس الإقباء، في نفس الشعبية، في نفس الواحد. شنو السر نجيب اللي أنت تحب تقلد فيه رغب علامة؟ هو يقلد فيه مش يقلد فيه هكا قال. انا بالنسبه لي انا مثلي الاعلى في التعليق هو نجيب تزيري فنان باهي معناتها، والاجيال قوه رغب للاجيال يعني شفما هو مع وليد توفيق. وليد توفيق وخر تالي باقي رغب هو الاولاني، الجيل كامل راهو في الراحه. النمط الموسيقي بتاع رغب وتجدد نجدد، خاطر وليد توفيق قعد في ليزانين تاع الكاتربان، عرفت الموسيقى نوستالجيك. رغب علامه يرافق جيل كامل، عرفتها اللي نجحوا في بتاع سيزيمات بيعشقها، كي تسمع بيعشقها بربي يحط لهم يا مخرج. حط عام 80 الاغنيه، عام درا قديه 80 ولا 85 كليبها تو نتذكر فيه واحنا تقريبا. رغب علامه يرافق جيل، الجيل هذا اليوم عنده نوع من الحنين لفتره معينه، فقعد جمهور اثنين طور من اداء الجمهور ما فهمش هو باش يبدا يحلل تو يدخل حافظ الزويري في الموضوع ويقول راهو يشبه البرشا في الكلام. عصام التكوير حسيت نمشي برجولي علاقتك بحافظ الزويري. انا استدرجتك لا رغب علامه لا حشتي لا رغب علامه. والله ما عندي علاقه برجولي. قلنا لك سمي رجل الاعمال تو كذا، قلت حافظ الزويري قلت باش نسمي لك مصف السلامي، لكن برجولي حشتنا بكريه تصبح تضارب مصالح. والله حشتنا بكريه نسمي لك اسامي اخرى. شنو هي الحافظ؟ ما نقولوش النوع بتاع حافظ. هو الشخص على اقصى يمين، سميتك شخص على اقصى يمين. زينة. لا والله ما عاد في عليك. شوف رجل الاعمال واحد اللي نعرفه كما يحكي حمل همامي رجل اعمال، ما نعرفش رجال اعمال ما عادش علاقه. طول وقت اللي خسرناك سمي طول جاتك علاش تتذكر كونك قلت لك الزويري قعدت اللوج على اسمه. انفوت رفيق وخمم تعترف في 28 دقيقة. والله والله اريش سامحني معناها شيء. والله ليتك تو هادي بخوش يلعب بالتليفون غديك وسالناه في شكون تطلب تو عندنا نحن ضيف باش نعلق وكذا. قال شكون نطلب في شكون؟ في صاحبته يلزم إدارة تحرك ونبرميت معرس وبولاده ومازال كي نزيد الولد وكذا وباقي في الحكايات هذه. فما عباد التوانسة ما يحبوش يقطعوا مع الحكايات هذه. فما عباد قد ما تكبر تتمهمش أكثر. تتمهمش بخوش تمهمش. هو رغب علامة يكبر يرجع لعقله وبخوش يكبر يزيد يتمهمش. يطلب فيها من التليفون الإدارة. ومسكنا مرته. والله ليه بالبيبي والله بالكذب والله يعملوا هكا والله والله مش صبر وبالرب يهدي. مش تعني يا بعمي هذه مرته تدخل خير. أقوى مني يا بابا. يلا يا رجل حمروني يا رجل حمروني فري فود لانفو. صباح الخير، مرحبا بكيف مستمعي إذاعة إي إف إم. اليوم باش نحكيو على الحكم اللي صدر بعد ما يفوق الأربع سنين في قضية وفاة ال 16 رضيع في مركز التوليد وطب الرضيع بتونس. الحكم اللي يقضي بسجن مديرة المركز وقتها ومدير الصيانة وقسم الصيدلة كيف كيف. النقابة الأساسية لمركز التوليد وطب الرضيع في تونس تفاعلت وكانت هبطت ستاتيو على صفحتها الرسمية ضامنت فيه مع المتهمين واللي باش يتم سجنهم فيما يخص القضية هذية كيف كيف. نحن معانا عبر الهاتف سيد كاتب عام جامعة الصحة حسن الميزني باش ناخذوا موقفهم من الحكم الصادر هذية. ألو صباح الخير سي حسن. صباح الخير كيف المستمعين. مرحبا بك، شكرا على التدخل معانا. لو كان تعطينا موقفكم من الحكم الصادر هذية بعد الأربع سنين اللي يقضي بسجن مديرة المركز ومدير الصيانة وقسم الصيدر. لا احنا موقفنا اول حاجة تعرف اللي براه المفروض هذا القرار مستقل وهذا قرار قضائي للأسف في المعطيات اللي عنده كل براه تدين براه الزملاء ومنظورين وكذلك منظورين الأطباء. ولكن الشيء اللي احنا براه مخلقنا هو انه براه هذه تاع أجيال كامل ما تمش تسويتها من وزارة الصحة. سلطة الإشراف ما هيش قاعدة أهل في المستشفيات العمومية تاعنا الكلها معناها تويك أغلب وكل المستشفيات مش أغلبها الكلها تعاني ديون
معناها باللي اللي فورنيسور وبال ومع ذلك ما تمش تسديد الديون تاعها بطرف الكلام، وهذا نبهنا فيه في عديد المناسبات، لأنه وقت تعملت منظومة الكلام على أساس وأدوا تأهيل القطاع، فلم يتم تأهيل القطاع، والنتيجة شنية؟ أنه يعطوا كبش فداء في سياسات متعامل ثمانية لمدة سنوات، معناها مش اللي جات بعد عام ولا اثنين ولا في 2019 ولا 18، هذه معناها مدة سنوات كاملة ثم تخلي ورفع الدولة إيديها على المرفق العمومي وعلى الصحة العمومية. النتيجة شنية؟ ربما انتبه أو القضاء شاف اللي معناها ماتوا ربي يرحمها معناها واللي تحطوا في ترادل، وما شافش اللي معناها الآلاف بتاع المواطنين التوانسة اللي قاعدين يستنوا في المواعيد وقاعدين يموتوا قبل ما يوصلوا لسبي ترادل. باهي سي حسن، صباح الخير سي حسن. سي حسن، من الواضح التحليل نتاعك تقول انت في تفاصيل القضيه تم تحميل المسؤوليه لزملائك في القطاع، رئيس القسم ورئيس قسم الصيدله، وتقول ما يلزمش هما يتحملوا المسؤوليه، هذه سياسات الدوله من ناحيه غياب الامكانيات. كانت رجعنا للقضيه في الاخر، في الاخر الوليدات الصغار نتاعنا هذوكم ال 15 اللي توفاو في ظرف 24 ساعه، في الاخر اش كانت؟ شنو فما؟ ما نعرفش، فما جرثومه تسربت في ماكينه، فما ماكينه ناقصه، فما تهوئه ناقصه، جرثومه في الصور تاع في سال بلوش اللي هيئوا فيها المواد الغذائيه اي والغذاء معناها تاع الصغيرات البيبيات هذوكم اي تعداد تاعهم هذوكم يتعطى لهم في ظروف معينه معناها توجدت جرثومه معناها من خلال التحاليل اللي تعملت. الجرثومه هذه لعدم معناها امكانيات معناها بتاع المؤسسه وتاع المستشفى للوقايه من هذه الجراثيم. هل سي حسن هنا خطر النقطه لهنا مهمه سي حسن، يعني الجرثومه هذه توجدت وتسربت القاعه البيضاء وين يتم الاعداد يعني الماكله بتاع الرضع نتيجه غياب امكانيات بور ديتكتي الجرثومه هذه، والا موجودة الإمكانيات ولكن الخطأ البشري نتيجة الإهمال لا. هو اللي خلى الجرثومة هذه تتسرب؟ نتيجة أولا غياب الإمكانيات، لأنه عندنا تقارير وتتقدم حكم الاستئنافي هذا وربما تقدم تقبل ولم تأخذ بعين الاعتبار اللي كونه ثم التنبيه للشيء هذا في عديد المرات، سواء كان من المهندس معناها رؤوف أو من الدكتور تاع الصيدلية معناها تقدم التقارير على اساس، ولكن معناها ما تمكنوش باش الوزاره تمكنهم بالامكانيات الماديه هذه. هي المفترض شنو معناها؟ هما نبهوا قالوا يا اولادي يلزمها تكون عندنا التجهيزات اللازمه بور ديتكتي الجراثيم، والتجهيزات هذه لم توفرها الوزاره خاطر ما عندهاش فلوس؟ على خاطر اكيد على خاطر ما عندهاش فلوس، او اكيد على خاطر المؤسسه ما عندهاش الامكانيات الماديه لانها فالسه. خليني اقول لك سي برهان، راهو كل المؤسسات تويكا فالسه. انا مازلت كي كنت في اجتماع قلت البارح في شر نيكول على خاطر مدام ثابت المديره العامه السابقه اللي تم التضحيه بها والحكم عليها الاحكام هذيك الكل هي تويكا تخدم معناها في شر نيكول اداريه. السبيطار يحب 70 مليار من الكلام وما خذاش فلوسه. شنو هي النتيجه؟ النتيجه عديد الالات اللي معطله، النتيجه هو الامكانيات لشريان الدواء ما يصيرش لي فورنيسور ما عادش مستعدين يعطوا الدواء. زيد فوق هذا قالت لي كلمه خطيره ياسر، اذا كانت الاله هذه تاع مليون لي فورنيسور يشرب 10 ملايين على خاطر ما يخلصوش. اي وين الدوله؟ وين وزاره الصحه؟ وين في اطار معناها الضغط كذا؟ اذا بتعرف اللي الكلام هذا جزء ومكسب من مكاسب البلاد، لكن الاكتوريك سي برهان كل المساحات الخاصه ياخذوا الفلوس تاعهم 100%، في حين احنا سبيطاراتنا على خاطرها، خليني نقول كلمه وسامحوني، على خاطرها اسمها رزق البليك، على خاطرها قطاع عام ومرفق عمومي، لا ما خلصوا ايش؟ والا نعطوا حاجه بروفيتير، يحبوا 70 مليار، نعطوهم 3 مليارات، اجور الاعوان خليني حتى اجور الاعوان اللي تخدم بالاكل المداخيل هذيك تاع الكلاب وغيرها اللي هي استحقاقات المؤسسه. دونك النتيجه انا ربما مانيش دكتور باش نعطي معناها التفاصيل تاع العمليه كيفاش وقعت، ولكن بالنسبه لي نعرف اللي كونه الكارثه اللي صارت تاع الرضع
راهي ممكن تتعاود في عديد البلايص. يا سيدي الماترنيتي وسبيتار كبير وتطور برشا معناها وتبارك الله معناها فيه طاقات وفيه اساتذه وفيه كذا. هات رزق المستشفيات الجهويه سي برهان وبرا شوف الكوارث اللي تصير. هو تشكي صارت كارثه في في الكاف معناها يموت رضيع وهو يولد في كرشبو على خاطر ما عندوش طبيب اختصاص رغبه تبديل اتبالك الناس على برا. هذا بعد شوف القضاء والدخل وما ترضوش على حكم قضائي. لكن المساله اعمق من انك تحكم على زوز تحملهم مسؤوليه بعشر سنوات حبس. فوالا انا هذا كذاك علاش احنا طالبين الاستئناف. نعم. وماشيين حسب لي بروسيدور مازال هو الحكم ابتدائي مازالوا في حاله سراح هما مازالوا في حاله سراح ومشينا في الاعتراض تويكا من اجل الاستئناف وان شاء الله ربي ينصرهم على خاطر هذوما في ترات شفنا في الحقيقه سي حسن شفنا حمله التضامن من طرف زملائهم سواء بالنسبه للصيادله معناها حمله تضامن كبيره مع رئيس قسم الصيدله. وعندي لقاء توا مع رقابه الاطباء والاطباء الجامعيين للتشفيين وباش ناخذوا ما هو صالح لصالح القرار اكيد ماليش قضاء ولكن سنعمل لدعم زملائنا هذوما وهما منظورينا وما يكونوش ضحايا وكبش فداء. واضح سي حسن المازني. شكرا لك سي حسن المازني كاتب عام جامعة الصحة كنت معنا فيما يخص صدور الحكم في قضية الرضا. تعليقك نجيب. برهان بالسادة المستمعين يفهموا عام 2018 فما 15 بيبي في باب سعدون وفاوا في ظرف 24 ساعة وماليهم روحوا بهم في كرذونة. اي كرذونة وقتها أثارت في كرذونة روحوا بك البيبيات وقتها كان رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وعليش انا جبت رئيس الحكومه يوسف الشاهد؟ لانه تو الثلاثه هذوما اللي حكموا عليهم بعشر سنين ويني مسؤوليه السلطه؟ معناتها شكون يمشي الباب سعدون يا برهان؟ لانه ديما نحن الضحايا نحن اللي نموت يا برهان. قبل ما تتسلسل في خطاب بتاع نحن اللي نموت ونحن اللي شكون يمشي سبيطار باب سعدون؟ ايش معناها؟ المفقرين في البلاد هذه يا برهان تو نايب على المسؤوليه السياسيه المترو رقم اربعه تو المترو رقم اربعه واقف سير شارج بتاع عباد والكليماتيزر مسك فالتاكس معناتها هو مثل فرن فرن غادي من الفرن. ايه شكون يطلع في المترو؟ شكون يمشي سبيطار باب سعدون؟ علاش ديما نحن المسؤوليه السياسيه؟ نجيب الدزيري وقتها وزير الصحه سي رؤوف المي استقال وتحمل المسؤوليه السياسيه في الموضوع هذا. معناها باش نكونوا زاده واضحين اش تحب توا عندك مشكله مع يوسف الشاهد ما يجي عندي ايه حاكم يوسف الشاهد انت ايه حاكم يوسف اللي هنا مساله اعمق قال لك اه كي تكون رئيس حكومه وتعمل اسوارد وتعيش في باريس اش دخل بالرويات انت انت كان ما دخل هذا في هذا كان ما ولدش رئيس حكومه كيفاش تعيش في باريس يا نجيب اش دخل توا احنا نحكيو على وضع كيف يعيش يوسف الشاهد يا معقول هذا اي دخلها دخلها تو انا لو كان تحمل مسؤوليتك بما انك رئيس حكومه لا سي تدخل ويض حتى كلام كاتب عام تاع الجامعه في عوض معناها انا انتظرت منك تضم صوتك والنظام مع كاتب العام الجامعه وتقول هات توا نحطوا ملف الصحه على هذه هي قال لك تنتظر كوارث اخرى لو كان اليوم يا برهان وقت المسؤوليه السياسيه ما قام وقت المسؤول السياسي ما قامش بدوره خلينا نسمع نساء لاني انا ضد ضد كاتب عام الصحه عندي لانه حمله تضم عندي يبدو الدكتور عبد الطيف المكي وزير الصحه سابق طلب حق طلب التدخل في المساله هذه خلينا نفهموها على شنو بالضبط لكن جوست بعد ما انيسه تعطي الاخبار. نستسمحوك يا ريش باش نبقاو في النقاش تعليق زاد السيد الوزير السابق الصحه سي عماد الحمامي يبعث لي ميساج يذكرني يقول لي راهو 15 رضيع يوميا يموتوا في تونس راهي مش جديده. سي بيزار ما نعرفش قلت له سي عماد معناتها تاكد لي بالفعل الرقم هذا هو معايا الدكتور عبد اللطيف المكي ايضا وزير صحه سابق. دكتور عبد اللطيف صباح الخير. اهلا صباح الخير مرحبا. دكتور كنت تستمع لينا ظهر لي حبيت علاش على قضيه الرضع تعلق؟ اي نعم اي نعم سيدي. كيفاه سيدي ترى؟ اولا باش من البدايه ما نتفهمش بالغلط أن العائلات اللي ماتوا لها الرضع تضرروا معناها ضرر كبير هذا اكيد بوفاة الرضع وبالتالي يلزم الدولة تقف معهم المجتمع يقف معهم ياخذوا حقهم تعويضات مواساة إذا كان فيهم شكون عنده اللي نسموهم الجروسيس بريسيوس لكن لما تحبل المرأة بصعوبة نقفوا معهم باش يعني ينجبوا أطفال جدد. يا دكتور
بربي بربي فرصه وانت معانا لهنا واختصاصك ايضا انت طبيب، يعني في الاخر في الاخر في الاخر هذه جرثومه تسربت هكا في الغذاء نتاع الرضع، هذه سبب الوفاه. ها جرثومه وهذه في العاده ايش يعملوا لها من المفترض الاطار في المستشفى معناها يديتكتيوها يعملوا اجراءات وقائيه باش ما تتسربش، علاش تسربت يا دكتور تقنيا فنيا؟ شوف هو حتى في اقسام الانعاش مثلا اقسام الانعاش ديما تتوجد الجراثيم اللي نسموها جراثيم نوزوكوميال اي خاصه بالسبيطار، وهي جراثيم خطيره جدا لانها الانظفرين متمرسه على الليزونتيبيوتيك عندها نوع من الحصانه وبالتالي تتوجد الجراثيم في الوسط الاستشفائي. صحيح انه ثم معناها تجهيزات تعقيم وثم السيستم تاع تقييم، ولكن ينجم يصير خطا. المشكل مش هنا، المشكل في انه باش نعطي تشبيه دقيق انه عندما تكون عندك سياره الحموله معها نتاعها تورناتا ويقول لك عمرها الافتراضي 20 سنه، انت تفوت ل 20 سنه وتهز عليها في ثلاثه ترانت، بعدين كي تعمل حادث بسبب ميكانيكي تحمل المسؤوليه للسائق. هذا اللي صار، يعني عندنا معدة المستشفيات يعني ما همش مسؤولين الزوز، معناها تقول انت الشاحنه فيها مشكله بتاع ميكانيك واحنا نحملوا الحادث لل نعم القسم السونتر هذا القسم اللي هو جزء من السونتر نتاع سونتر وسيله بوركيبه اللي هو القسم نتاع انعاش الولدان النيوناتولوجي، فات الطاقه نتاع العمل نتاعه وتقادم بشكل كبير جدا وثم معاناه. انتم سمعتوا بال 14 رضيع، اما سمعتوش بلي زوج نساء باش يولدوا راقدين في نفس الفرش، زوج نساء في فرش ومرات ثلاثه نساء في فرش، تبدا المراه قاعده معناها عذاب كثير. هذا في العام، خصص لي يا دكتور دكتور عبد اللطيف المكي وزير صحة سابق طبيب، خصص لي تقول لي الشاحنة في الميكانيك مشكلة في الميكانيك عليها جرثومة، يقول القائل كل يوم عندنا كل يوم عندنا عمليات كل يوم القسم موجود، لكن مش كل يوم تحصل كوارث من النوع اللي حصلت بتاع لا سير حتى عدد الرضع اللي توفاوا معناها ما نحبش ندخل في أشياء أخرى لأنه تفاصيل الملف غايب عليها وتحدث دائما بتحفظ لانه نتعاملوا مع الراي العام والراي العام يلزم ما يقعش التساهل في ان ندزوه في الموجه هذه والموجه هذه. القسم فاق القدرات نتاعو بكثير. الطب وقت اللي يجيهم وليد صغير مازال كيولد وهم ما عندهمش ليه بلاصه يقبلوه، ما ينجموش يقولوا له برا شوف حالك. يقبلوا اكثر من الطاقه نتاعهم وبالتالي في العموم السياق العام هو انه هذا القسم تقادم ونقصة الطاقات نتاعه خلت تدير الاشياء هذه. وعدد الرضع اللي توفاه يومين ماهوش بعيد على العدد هذايا وبالتالي نتيجة نفس السبب دكتور عبد اللطيف. دكتور عبد اللطيف اللي يتوفاه يوميا بعيد على الحادثة هذيك لنفس السبب زاد يتوفاه؟ لا اسباب مختلفة، اسباب مختلفة، ثم اللي تلقاه فعلا ما عنده حتى قابلية باش يعيش رغم المجهودات اللي يعملوها، ثم اللي يكون نجم يكون بجرثومة، ثم برشا اسباب، لكن ستاتيستيكمون بارلون ما ثماش ان بيك عالي جدا بالنسبة للكورب العادية نتاع وفية الرضع. دكتور لكن خلينا يا دكتور دكتور تو كي الشوفير خطيه والمشكلة في الميكانيك شكون مسؤول يا دكتور؟ لشكون نحملوها المسؤوليه؟ فما ناس رضع، فما ناس مات، فما مات وبات يبكي، لشكون يتحمل المسؤوليه معناتها؟ عمل شكون يتحمل المسؤوليه؟ الدوله تتحمل هذه المسؤوليه. نعطيك معطي نشيد انه تم برمجه عشرات المستشفيات بعد الثوره ولكنها لم تنجز كلها. من بينها انه المؤسسات المرجعيه كما صالح عزيز كما مستشفى الأطفال كما وسيلة بوركيبة العاصمة يلزمها ربما واحد واثنين أخرين من هذه المؤسسات المرجعية، لكن للأسف الشديد بعد 2014 لم يتم الاستمرار في إنجاز هذه المشاريع. وسمعتوا بمستشفى باجة ومستشفى كفصة ومدنين الشهير وقابس وكذا نعم هذه كلها مستشفيات برمجت بعد الثورة وتم اقتناء الأراضي نتاعها
وفي الاصل تترصد ميزانيه الدراسات باش تعمل وتوارية انجزت ولا بربي يا دكتور. تقول لي تقول لي برمي جد، راني انا ساهل نبدا قاعد في الدار نجم نبرمج. تقول لي برمي جد كان عندكم الاعتمادات عمتكم عملتوا دي بريفيزيون تاع اعتمادات باش نعملوها للسبيطار ولا نبرمجوا وابدا دراسات؟ خاطر اسهل شيء للدراسات الاعتمادات كانت موجوده البريفيزيون ولا أدل على ذلك. أنه مثلا وقت اللي عملوا تونس 2020 جات برشة تمويلات للمستشفيات ولكنها لم تنجز. عليه وين مشات التمويلات؟ التمويلات موجودة ما 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 بالتأكيد لا تسرقت ولا تهزت ولا كذا ولكن تلقى ديتاي تكنيك مرات حقيقيين يلزموا برشة جهد باش يخلق تدليلهم. ونعطيك مثال ديتاي تكنيك مستشفى باشا خذينا له أرض المرة الأولى، لكن بعدين بعد 2014 الحكومة ارتأت أن تغير الأرض. غيرت الأرض فتطلب جهد كبير للتاي أنتها وقضية الدريناج والربط بالشبكات وغيرها. ثم معنا إشكالات فنية يلزم التعامل معها بجهد كبير أنه تعتبرها أولوية. واضح. وثم أسباب أخرى نجمش يعني تفهمها. نعطيك مثال تعاقدوا مع صندوق انجليزي في تمويل زوج مستشفيات بطريقه البي بي بي، الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص. وهذا تبين انه فيه خطا، القانون التونسي يمنع البي بي بي في قطاع الصحه. بعدين كي جات الحكومات الاخرى باش تلغي شيء هذا، الصندوق الانجليزي تمسك وقال لا. فهمتني؟ وانا وقت اللي رجعت الاربع شهور في حكومه السيد الفخفاخ بدينا في محاولة حلال المشكلة، لكن الجهد انقطع. ولذلك ثم أنا نعتبر أقل مشكل يمكن تدليله هو مسألة التمويلات. ماهوش صحيح وين تتوجه يعطوك التمويلات. أنا تقابلت مع واختمك بهذه، تقابلت مع المسؤول نتاع صندوق النقد الدولي في منطقة الميناء من الشرق الأوسط في 2012 ويقول لي اللي إفريقيا طالبة الخدمات الصحية إذا كان أوروبا ما تنجمش تتكفل بهذا، إذا كان أنتم تونس توسعوا البنية التحتية متاعكم نحن مستعدين نمولوكم. وعملت 8 اتفاقات مع دول إفريقية لتقديم الخدمات الصحية من تعليم الطلبة إلى استقبال المرضى إلى إدارة مستشفيات هناك. أقل مشكلة تواجهها الدولة في حل مشاكل المواطنين هي التمويل. خاطر كي تمشي بمشروع صحيح معناها تقول أنت الفلوس موجودة، أما الأمور التقنية والفنية والقانونية هذيك هي المشكلة اللي تعطل. الإرادة، لأنه البعض يرى بأنه قطاع الصحة مصيره الخوصة. أنت تشاطر رأي الناس اللي تقول لك راهو فما سياسات مقصودة أنه لا ما يتعملش التمويل في الصحة العمومية لكي نذهب للقطاع الخاص. مقصودة وهيكلة النظام. هيكلة عبد اللطيف المكي تقول أنها مقصودة الحكاية هذه؟ أي نعم مقصودة، لأنه فما ناس مقتنعة هذيك قناعاتها. انه نتاع شنو الدوله تعمل في الصحه والدوله تعمل في التعليم والدوله تعمل في النقل والدوله تعمل في كذا. هي تفك علينا وكذا رغم فلوس موجوده للصحه، لا نعطل نعمل من اجل نمشيوا للخاص نمشيوا للخواص. اما موجوده يا برهان باش يبدا كلامي دقيق، اما موجوده والا بالامكان ايجادها. وقال السي الحبيب الصيد مره في البرلمان نتذكر الكلمه نتاعو، قال انا عمري ما كنت في الفلوس. القضيه قضيه اراده واضح. ما تحسنتش بشكل واضح. دكتور عبد اللطيف المكي اذا خلخص، تعتبر الحكم قاسي؟ اعتبر انه الحكم قاسي جدا جدا، بل لابد من لفت نظر هؤلاء يا سيدي باش ما نقولوش، ولكن الخطا في هياكل الدوله وفي وضعيه قطاع الصحه. واضح يا سيدي دكتور بجاه ربي. قبل ما تكمل شكون نحاكم؟ شكون يلزم يمشي الحبس؟ شكون يلزم يمشي الحبس في القضيه دي؟ على الدوله نورمالمون الحكم يصدر على الدوله، تصدر على الدوله وتعوض الدوله. الدوله مقصره، ضيعنا برشا وقت للمؤامرات هاي ايديولوجيه هاي سياسيه بالضبط. ونسينا موضوع ثاني، انت ايش قولك في مواطن يمشي لصالح زيد باش يعمل حفظه نتاع واضح اشعه يبدا قاعده للقاعه بالضبط، لا الطبيب يلقى له بلاصه ولا مدير السبيطار ينجم يلقى له بلاصه اذا كان ما تبعثش واضح أخرى. واضح واضح. دكتور عبد اللطيف المكي وزير الصحه السابق، شكرا جزيلا لك. معايا ايضا الوزير الصحه السابق زاد سي عماد الحمامي حبي يدخل معنا في الموضوع، لغال موضوع مهم ومثير يلا اريجي اللي طرحته لنا اليوم. سي عماد كان بعث لي الملاحظه اللي متعلقه بنسبه الوفاه اليوميه بخصوص 15 رضيع، ما الجديد في الامر وعلاش اثار على هذيك اكثر الضجه من حاجات اخرى؟
يحب يصوب سي عماد الملاحظه بتاعه. سي عماد صباح الخير. صباح الخير وشكرا على اتاحه الفرصه وتحيه لمستمعي ياسين. نعم سي عماد قلت لي نحب نصوب الملاحظه نتاعي المتعلقه انه كل يوم في تونس. اي اي قل لي. ما فهمتنيش انا تفاعلت مع نتاع الكاتب العام اللي قاعد يتحدث على الظروف الصعبه. اللي قاعد يتحدث على الظروف الصعبه. اما مش معناها مش كل يوم يموتوا 15 راضي. انت حبيت تقول لي بالطبيعه لو كان جات مشكل الظروف رانا كل نهار يموتوا 15 في المترو وراو كل نهار يموتوا 15 رضيع وراو كل نهار يموتوا 15 تلميذ في المدرسه خاطر المدرسه ناقصه واحد. دونك يزينا منها هالكوربوراتيزم هذا اللي البلاد هذيا قضى عليها وما خلاهاش تتقدم. ويزينا من التعويم من التعويم نتاع القضاء هذه فازعه كبيره وقعت عندها. هذه وجهه نظر اخرى سي عماد. القضاء خذا وقته. القضاء خذا وقته. فما عائلات يعني مربي بحالهم كيفاش صوروهم هالرضع دوما من بعد في 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 ظرف نهار يموتوا 15 واحد والشيء اللي وقع هذاك الكل من فضلكم. ما نقعدوش كل حكايه كي من هكا نعوموها وفي الاخر ما يطلع حتى حد مسؤول. العائلات هذوكم شكون مش يعطيهم حقهم اذا كان القضاء ما يعطيهمش حقهم؟ فما مسؤوليه كالكوبار. سي عماد تو احنا نحبوا نستغلوا فرصه وجودك معنا كوزير صحه سابق وقريب حتى شويه من الامور الفنيه. اذا ترجح كفه انه كان فما اهمال بشري؟ طبعا فما مسؤوليه. هذا الفيروس نوزوكوميال اللي استهلكوه الربع هذوما توفاو الله يرحمهم. اما مسؤول عليه السيرفيس مانتونس ولا مسؤول عليه الكونترول اللي ما قامش بدوره والا اللي وصلت له المعلومه واهمل الموضوع. فما مسؤوليه كالكوبار. ودور القضاء انا ما نعلقش على القضاء. لا نقول لا حكم قاسي، لا نقول لا فما استهداف، لا نقول فما تساهل غدوه لو كان الاستئناف يبرأهم المتهمين هذوما اللي وقع ادانتهم. انا نقول في بلادنا جاء وقت بعد 25 جويله فما فرصه انه نخليه القضاء يخدم خدمته. علاش كل شيء نسيسوه؟ علاش الان الكاتب العام تاع النقابه يحب يردها تجييش ويحب يردها حكايه باش هو سيادته غدوه يعاودوا ينتخبوه في 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 المؤتمر الجاي نتاعو هو. خلي القضاء ياخذ مجراه، هم يخدموا على ارواحهم هما. الرضع ذوما مسؤوليه في اعناقنا، مسؤوليه في اعناقنا قدام ربي وقدام التاريخ ان نرجعوا لهم حقهم. انه يقع اثبات شكون المسؤول على الوفاة نتاعو. ونحاسبوه بالقانون. ما غير حتى استهداف، ما غير حتى تشفي. وفي نفس الوقت الرضع هذوكم راهم بشر، هذوكم راهم ملائكة، هذوكم خلقهم ربي. يلزم الروح البشرية عندها قيمة في البلاد هذيا. ومن فضلكم إذا كان نحبوا نتحدثوا على مشاكل الصحة نحكيوا عليها في الوقت نتاعها، وإذا كان نحبوا نتحدثوا على مشاكل المرفق العمومي موجود، وهتعطينا شكون يجيب الحلول. مش الفائدة في الكلام وفي التوصيف وفي الحديث. يعني هذه ما يسمى الحملة التضامن اللي قاعدين نشوفوا فيها مع اللي صدرت في شأنه محكام، تعتبرها السيد عماد الحمامي وزير الصحة السابق تضامن قطاعي ماهوش وقته؟ هذا تضامن قطاعي مجحف، وهذا اللي دمر تونس، وهذا اللي قاعد يمنع فينا باش نتقدموا. وما يلزمناش نتصرفوا بالعاطفة ونحطوا على جانب الجانب الانساني المتعلق بهذا الصيدلي ولا بشهد درديس ولا اكسترا اللي اليوم وقع ادانتهم. واذا كان اليوم فما مشاكل خلينا نتحدثوا فيها، واللي عنده ما يقول شنو هي الحلول نتاعو. اما نخليو القضاء يخدم على روحه في البلاد هذه. واضح. خلي القضاء يخدم على روحه. واضح. كل شيء نسيسوه من افضلكم. واضح. عماد حمامي وزير الصحه السابق شكرا جزيلا لك على التوضيحات. عندني اشهار لك الموضوع ده يثير في ردود الافعال. يتصل بنا سي لطفي الجامعي محامي رؤوف الجامعي رئيس قسم الصيدله اللي اصدر في حقه حكم بعشر سنوات، يحب يتدخل يقول عندي توضيحات زاده. تبقاو معنا جوست بعد الاشهار.
58 دقيقة القضية ريش تثير كثير ردود الأفعال. توا يتصلوا بي يقولوا لي زادا خذوا بعين الاعتبار راهو أغلبية الرضع الله يرحمهم هما اللي بريماتوري معناها أكثريتهم اللي تولد 7 أشهر واللي كذا وكانوا في حاجة للواحد. وجهات نظر عماد الحمامي قال لك لا خليوا القضاء يخدم على روحه، هذه حملات تضامن عبارة على حملات تضامن قطاعي ما يلزمش تحصل. وناس أخرين يقول لك زادا تحمل المسؤولية بتاع أكبشت في داية معناها لزوز من الناس زاد فيها كثير من المغالات. خلنا نفهموا معايا كما قلت لكم سي لطفي الجامعي محامي الصيدلي روف الجامعي اللي الحقيقة أنا لاحظت حملة تضامن كبيرة معاه رئيس قسم الصيدلة في المستشفى المذكور اللي عرف حدث الرضع. سي لطفي صباح الخير. ألو ألو أستاذ لطفي صباح الخير. أستاذ لطفي هل تسمعني؟ ألو الاتصال طبعا عاودوا الاتصال يبدو الاتصال ما اختفش مع سيد لطفي. حسين تحب تعلق على المسألة هذه قبل ما نمروا لل المسألة متشعبة ومتعقدة في أكثر مستويات. إذا نحبوا نعالجوا المسألة إجا نرجع دائما للأصل. لماذا وقع ما وقع؟ هل إهمال بشري أم لنقص في الإمكانيات أم لماذا؟ كيف جيت لم تلقى عدة عماد حمامي يقول لك تحب تحكي عن نقص إمكانيات. ترى نقص إمكانيات من عام درا قديش إيه كل يوم قاعدة تموت عنا كل يوم عنا معدل وفيات وعنا معدل وفيات للنساء أثناء الولادة وعنا معدل وفيات عرفتها وغيره وعنا زميلة حنان زبيس خدمة تحقيق على الجراثيم في الفضاء الاستشفائي وبينت أنه مسباب الوفيات قديش نسبة الوفيات جراء هذا. عنا باز الدنيا عنا إذا تحب تعالج حاجة تتخلص أول حاجة من محاولة أنك توظفها في سراعك تتخلص. شو تشوفوا أنت أقرب المنطقة شكون أقرب منطقة بتي في المكتب ولا عبد الحمامي سمعتهم زوز ليس في هذا ولا في هذا. أنا في المنطقة التونسي الآتي إذا تحب تعالج مشكلة أنك تأخذ بعين الاعتبار أن هناك إهمال جزء من الإهمال حكم قاسي حسب رأيك ولا ولكن اقتصار الأمر على أنه يتعاقب الصيدلي والمشرفين وإغفال مسؤولية الدولة مسؤولية المنظومة الصحية كاملة انهارت. نسكتوا عليها الضوء ونقول لك إذا ما تنساش كون عندنا طبيب تاع في سلوم في بير تاع السلوم اللي مش مراعي وما تنساش قداش من طبيب يتعرض للاعتداء وما تنساش قداش مريض عرفت ما يتحصلش على موعد ويتوفى ما تنساش الطفلة اللي ماتت وهي تستنى في روندفو نتاعها. خلينا نشوف سي لطفي الجامعي في التفاصيل. هذه اللي تتعالج محامي سي روف الجامعي. سي لطفي صباح الخير. صباح النور مرحبا. كنت تستمع لينا سي لطفي ظهر لي؟ كنت استمعت على الاقل 90% وحبيت نتدخل مرحبا بك باش حبيت نتدخل شكرا يعطيك تفضل سي لطفي. صباح النور للناس الكل. بربي حبيت نتدخل جيت توا احنا عندنا 4 سنين عمرنا نتحدث على سيره في الجامعي رئيس قسم الصيدليه والناس الكل اتخذنا قرار ان عمرنا لخرجنا للاعلام بالضبط عمرنا لخرجنا رغم اللي عندنا مؤيدات يعني الحقيقه ما حكيتش عليها وانا سمعت السيدين الوزيرين اللي دخلوا توا يعني يحكي لك على انه ما يموتوش 15 في النهار. يا سيدي احنا عندنا وثيقه طابع على المستشفى بيدو ما تمش اسبوع ما يتوصلش 14-15 ونتحدث على قصه مؤثره وبورقيبه ونفس سبب واحد جرثومه. انا علاش حبيت نتدخل؟ لانه تو الناس الكل تتحدث عن الجرثومه هذه لانتيروباكتار كلاوكي لقاوها في لي بوش بارونتيرال هذوما تاعين التغذيه تاع التغذيه اي طونديسك. توا عندنا ما الاختبارات احنا توا حبينا نتكلموا بناء على عندنا اختبارات. السي برهان تتصورش انه يحكوا لنا على جرثومه معناها موجوده في لي بوش والجرثومه هذه ما توجدتش اصلا في لي بي اس في السال بلانش اللي اسمها القاعه البيضاء. يعني مش صحيحه انها كانت موجوده في السال بلانش وكذا؟ ماهيش موجوده. عندنا اختبار اجري من طرف خبير مكلف من قبل السيد جنب السيد قاضي التحقيق. الجرثومه هذه عمرها لا توجدت في القاعه البيضاء. معناها تصور عملت في جميع على الوسائل على المواد المستعمله على الاشخاص اللي كانوا موجودين فم وين تتحضر الاغذيه الوريديه هذه عمرها لا توجد الجرثومه في المكان هذا. اذا انا تو مستغرب انا منوب تكلم عليه ب10 سنين حبس وهو فارماسيان واثنين معناها ماهيش موجوده اصلا. معناها تصور انت القاعه هذه دخلوها اعضاء مجلس النواب والشرطه واعوان الضبط العاديه وكانت ما تخدمش معناها عملوها هو يلزمها باش تكون كيما باش تشوفوا دار كليماتيزي يلزم الكليماتيزر يخدم. القاعة البيضاء هذه باش تبدا تعطينا نتيجة التحديد نتاع الصيح يلزم تكون اون فونكسيون. هي وقتها كي عملوا الاختبار ماهيش اون فونكسيون وفي غياب الناس الكل
ورغم هذا الجرثومة هذه اللي يحتوى عليها الانتيروبكتيريك لوكي عمرها لا تلقات في القاع البيضاء. منين جات كيف جات الله أعلم. السؤال الثاني تو الاختبارات اللي يلزمنا نحكيو عليها ويلزمها تصير في 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 جميع الأقسام في المستشفى. أي. ما صارت إلا في القاعة البيضاء فقط. شكون حبها تمشي اتجاه هذاك الله أعلم. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث والأهم. نعم. احنا في نفس النهار متاع التحضير الأغذية البيضاء لقينا بوش يقولوا كونتاميني وثم بوش ما بيهم حتى شيء. اي معناه سليمين. كيفاش انا معناه تصير انتاج البرودكسيون من نفس الاشخاص تحت نفس الآلة وفي نفس المكان وبوش يقول كونتاميني وبوش لا. سي لطفي كلام خطير معناها انا تكلمت على خاطر معناها فما ناس حبت تخلق ازمه عملت سربت حكايه ما شوف احنا المحامي ورجل القانون مهمته يطرح الاسئله مش يجاوب عليها. ايوه لكن هاو باش نزيد نعطيك معطى اخر. احنا تو يحكونا على القاع البيضاء. احنا عندنا دفر الجدار هاو موجوده في القاع وفي الجدار موجوده في مكان اخر اللي هو قسم طب الرضيع. تصوروا يا سي بوريان ان جميع الاختبارات اللي تصير في القاعة البيضاء وتصير البريباراسيون اللي هي قاعة ستريت اللي هي يستحيل باش تدخلها باش تدخلها جرثومة. فما بالك الجرثومة هذه هي الانتيروبكتيريك لوكي هي ما تتعدى كان مانيبورتاج ما تتعدى الا باليدين. ما تتعدى الا باليدين وما تعيش الا في زون معناها شديدة المقاومة للمضادات الحيويه اللي ما تنجمش تكون. سي لطفي علاش معناها في عود نمشيو في القصه خاطر هنا تقول لي وكاين نظريه المؤامره. احنا اون بلان نظريه المؤامره هكا. علاش ما تتوقعش يا سي لطفي ان المساله ابسط من ذلك. انه الاهمال. انا تو يبعثوا لي اصدقاء اطباء يقولوا لي بربي يطرح السؤال يقول لك والله صديقي طبيب هكا يقول لي نتحدى اليوم كان فما كراس اجراءات في القاعه البيضاء اللي يحكيوا عليها او فما شكون يراقب في تحضير الاغذيه. قالك جاوبوا قولوا راي القاعة البيضاء راي فكري علاش تخلقت القاعة البيضاء. تخلقت سنة 2005 على خاطر البوش بارونتيرال هذوما يجيبوا فيهم لكبار السن. ايوه ولصغار السن البريماتيري هذوما اللي ما نجموش صار التقييم تاع تجيب ديسونس كوارتور. ايوه الدولة التونسية ما تستوردهمش اصلا. ايوه ما تماش مش موجودة ما هو ثم بالشيش اللي دوية لازم يكون ثم عنده وطوليزاسون دي ميستر مارشي البيع في البلد التونسي ما عندهمش. دونك الناس هذوما معناها صناع الحياة. نعم. اخترعوا الطريقة هذه انهم يعملوا أغذية تحقن مباشرة في الأوردة. علاش؟ على خاطر الخدج هم تو يحكوا على رضا وما نحكوش على رضا احنا نحكوا على خدج ما عنده حتى قدرة مادية على الرضاع. أي. يحقنوا لهم الغذاء هذا في الأوردة. أي. شنو اللي صار؟ معناها التطور العلمي اللي قاموا به الناس هذوما نسميهم انا صناع الحياة عملوا قاع البيضاء. القاع البيضاء هذه فيها اوثنتيفيكاسيون معناها من جميع الشركات اللي جات زارتها. سي لطفي على غالب الوقت يداهمني. سي رؤوف الجامعي متهم بالضبط في شنو هو؟ رئيس قسم الصيدلية غاديك. اي المشكلة انا علاش انا حبيت نعطي المشكلة هذه. انا مش مرضية المواطن. انا الجرثومة هذه ما توجدتش في القاع البيضاء اصلا. انا تتهمني او ثاني حاجه انا فارماسيان لا يصنع بيدو لا يدخل القاع لا يزرق لا يزرق بيدو ما يمسش بيدو لا يزرق بيدو لا يطعم بيدو. شنو هي علاقته اذا كان ثم جرثومه انتقلت؟ شنو هي علاقته بها؟ فهمتك واضح. اثنين المراسلات يا سي بوريان تو تواتي ونجيب لكم مراسلات اللي بعثهم هو رئيس قسم الصيدليه. نعم. باش يحذر من واضح من سنة 2017 بالضبط واضح من سنة 2017 على الرغم ان تو نعاود ونأكد لان المشكلة. نعم. واثنين بالله 16 راضية 16 راضية 15 هما تو في القضايا. أي. 15 راضية وهما اكثر يبدو اكثر هذوما اللي رفعوا القضايا فقط. لا هما الكل اخذوهم اللجنة الطبية نتاع سي الدعاج خذتهم الكل وفي الاخر اخذوا هذوما. ايوه خذين باسباب اخرى. 16 رضيع هذوما خذوهم اشو الاختبارات اثبتت ان اربعه من 16 توفوا من الجرثومة. اربعه راهو من اربعه فقط بالجرثومة والبقية؟ بالجرثومة والبقية وفاة عادية او بجراثيم اخرى.
واضح واضح. قضية للمتابعة سي لطفي، قضية للمتابعة سي لطفي. الجامعي محامي رؤوف الجامعي، المنبر يبقى مفتوح، انتم باش تمشيوا للاستئناف. احنا وصلنا لاخر دقائق وثواني ايميسيون امبوسيبل. الله غالب اريج باش ناجلوا بقيه المحاور. كان عندنا كوكو بيتش واتصال من ولايه بزارت، كان عندنا محمد الفرشيشي على الارتفاع المفاجئ في سعر القهوه، هذا وغيره ما يساش ناجلوه الغدوه. كان عندنا زاده باش نطرحوا مشكله الصياد، لزاده محمد رمزي بعون باش نحكيوا على مشكله الرخص بتاع الصيدليات اللي ولات عباد اللي تستنى بال20 سنه وبال15 سنه بعد ما تعدي شطرحيتها في القرايه، هذا وغيره تلقاوه غدوة أيضا في إيميسيون امبوسيبل. هو وبقية الأخبار اللي باش تستجد توا نقول لحسين مرسي بوكو، نجيب شكرا، أريج بطبيعة شكرا. خليكم مع الثنائي الخطير، ثنائي عبد العزيز العروي وثنائي محل الشاهد حميدات وش اسمها هي، فوالا مع بعضهم باش يعطيكم الميتيو تباعا ثم الأخبار، ونقول لكم باي باي يا دوما.